طلاب، السلام عليكم، ان شاء الله بخير. احنا موضوعنا لهذا الكورس هو الاوبتيكال فايبر. تعريف الاوبتيكال فايبر يعني الالياف البصريه. الالياف البصريه هي الياف مصنوعه من الزجاج النقي، تكون طويله ورفيعه لا يتعدى سمكها سمك شعره الراس. تجمع العديد من هذه الألياف في حزم داخل الكيبلات البصرية، وتستخدم في نقل الإشارات الضوئية لمسافات بعيدة جدا. ثانيا، عندنا مكونات الليف البصري، هاي أولا. ثانيا، أنواع الألياف البصرية. ثلاثة، مميزات الألياف البصرية. رابعا، كيفية انتقال الضوء في الألياف البصرية. خامسا، استعمال الألياف البصرية في نظام الاتصالات. سادسا، التطبيقات العملية على استخدام الألياف البصرية. وسابعا، النظام الليفي البصري. نجي ناخذ كل وحدة من هذا العدد ناهين، نجي نشرحها. أول واحد اللي هو مكونات الليف البصري. يتكون الليف البصري من ثلاثة أجزاء رئيسية، اللي هي أولا الكور. شنو الكور؟ الكور عبارة عن زجاج رفيع ينتقل فيه الضوء. ثانيا، الجلادينج، يعني يسمى الريفلكتر، يعني العاكس، اللي هو عبارة عن مادة تحيط بالقلب، أقصد باللب، يعني مادة تحيط باللب الزجاجي وتعمل على عكس الضوء مرة أخرى إلى مركز الليف البصري. ثلاثة، البفر كوتينج يعني يسمونه الغطاء الواقي، عبارة عن غلاف بلاستيكي يحمي الليف البصري من الرطوبة ويحميه من الضرر والكسر، وكما موضحة بالرسم التالي. هذا الرسم اللي هو الليف البصري. هاي أول واحد الكور، هذا البلقل الكور، وثانيا الجلادينج العاكس، والثلاثة اللي هو البفر كوتينج، الغلاف الواقي. نجي للموضوع الثاني اللي هو أنواع الأوبتيكال فايبر. أنواع الأوبتيكال فايبر، تصنف الألياف البصرية إلى ثلاثة أنواع تبعا للنمط والتركيب. أول نوع هو المور تو مور ستيب اندكس فايبر، النوع الأول هذا. النوع الثاني اللي هو المور تو مور جرادي اندكس فايبر، والنوع الثالث اللي هو سنجل مور فايبر. نجي نشرح شرح بسيط عن كل واحد من هذه الأنماط. عندنا ثلاثة، نجي للأول، هاي تقسم لثلاثة، هاي لثلاثة. نجي للأول اللي هو مور تو مور ستيب اندكس فايبر، اللي هو يتألف هذا الليف البصري من جزئين أساسيين، هما لب الليف الذي يشغل مركز الليف، يحيط به كساء يضاف له طبقة واقية تسمى الغلاف. يصنع هذا النوع من الألياف البصرية من عناصر مختلفة من الزجاج ومركباته أو من السيليكا. هذا النوع الأول. نجي للنوع الثاني. النوع الثاني، هذا النوع أيضا يصنع من الزجاج أو من السيليكا المطعمة. عبارة عن شنو؟ أداء الألياف هو متعدد الأنماط ومتدرج، ومعامل الانكسار يفوق على الأول اللي شرحناه قبل شوي، يفوق عليه، معامل الانكسار يكون أكثر من عنده.
يكون معامل الكساب معادله متدرج يبلغ أعلى قيمة له في مركز الليف، يعني أعلى قيمة في مركز الليف، وتقل قيمة معامل الكساب بصفة تدريجية كلما اتجهنا نحو الكساء، يعني أقصد الغطاء الخارجي، حيث تكون قيمة معامل الكساب ثابتة بالحالة هذه. هذا النوع الثاني. النوع الثالث اللي هو single mode fiber، اللي يسمونه عبارة عن ألياف أحادية النمط. هذا اللي يكون متعدد النمط متدرج، يسمونه بعضهم عتبي بعض الأحوال، ولكن معظم الألياف أحادية النمط موجودة وذات معامل، موجود أيضا ذات معامل انكسار عتبي. تتميز هو هذا النوع يتميز بمن؟ يتميز بنوعية تكون ممتازة مالته، وعرض النطاق يكون كبير، ويستحمل لمسافات طويلة، وأيضا يصنع من مادة السيليكا. هاي ثلاث أنواع من الأوبتيكال فايبر. وهنا بهذا الرسم، هذا الرسم الأول هذا المتعدد النمط الليف، يسمونه الليف التدريجي متعدد النمط، وهذا الثاني الليف أحادي النمط، وهذا النوع الثالث. نوع ثالث ثلاث أنواع وهي ورسوماتها. نجي للمحاضرة اللي هي مميزات الأوب، بمن يتميز مميزات الأوبتيكال فايبر. هذا الشرح شو يقول؟ يقول ألياف البصري، الألياف البصرية مزايا عديدة جعلها تتفوق على النظم الأخرى المستخدمة في مجال الاتصالات. ومن هذه المميزات احنا عندنا تقريبا بحدود 10 مميزات. انا هسه كل وحدة انطى عليها مختصر 10 مميزات للأوبتيكال فايبر، اللي هي عرض النطاق يكون عالي جدا للليف البصري، هاي الليف البصري يمتاز بعرض نطاق عالي جدا. ثانيا القطر مالها يكون صغير جدا ووزنها خفيف. ثلاثة لا يوجد تداخل بينهم مهما قربت، يعني تداخل إذا قربت المسافة بين واحد وواحد ما يكون تداخل بيناتهم. ثلاثة لا تتأثر بالحث أو تداخل الكهرومغناطيسي. أربعة انخفاض سعر تكلفة المكالمات، يعني نستخدمها احنا عن طريق الضوء للمكالمات، انخفاض سعر التكلفة للمكالمات أكثر، يكون النقطة السادسة يكون أكثر أمانا وسلامة، ومدة الفترة تكون حياته يعني تكون طويلة جدا، ويتحمل درجات حرارة عالية ولا يتأثر بالمواد. هاي مميزات الأوبتيكال فايبر، تقريبا 8 مميزات رئيسية للليف البصري اللي يميز عن بقية الأنواع. واحنا بهاي المحاضرة شارحين عن كل واحد، يعني عرض النطاق، نجي السعر ماله، صغير الحجم، إلى آخره. هاي 9 نقاط. نجي للنوع الأخير اللي هو النقطة الرابعة، كيفية انتقال الضوء في الألياف البصرية. تعرفوا احنا المادة الرئيسية أو العنصر الرئيسي بالليف البصري هو الضوء. شلون ينتقل الضوء بالليف البصري؟ تنتقل الإشارات الضوئية في الكيبلات البصرية خلال الليف الزجاجي الرفيع، الكور قلنا عليه، هو الكور وبلادينج والكفر الخارجي أو الغطاء نسميه احنا، وذلك عن طريق الانعكاسات المتتالية للضوء والتي يحدثها العاكس الجلادين المحيط بالقلب. عندنا القلب والجلادين
والغطاء الخارجي. احنا مكوناتها بثلاثة، الكور والجلادين والغطاء الخارجي. تحدث انعكاسات بين الكور وبين الجلادين المحيط بالقلب الزجاجي، والذي يعمل كمرآة عاكسة للضوء، ولأن العاكس لا يمتص الضوء الساقط عليه بل يقوم بعكسه علما للداخل. هاي عندنا الأشكال، هذا الشكل الأول، هذا الشكل الأول، وكيفية دخول الضوء إلى الليف البصري، يعني أقصد الكيبل اللي هو هذا، هذا هنا اللب، هذا هنا، هذا الانعكاس الأول والانعكاس الثاني بين من؟ بين الكور وبين الجلادين، بين الكور وبين الجلادين. هذا اللي هي باللون الأحمر، باللون الأحمر، وهاي اللي باللون تكون هاي الضوء باللون، هاي الانعكاسات اللي تحدث بين من؟ بين الكور اللب وبين من؟ بين الجلادين اللي هو العاكس. نجي للثلاث أنواع الأخيرة اللي هي المولتي، يعني شلون ينتقل الضوء. هذا بصورة عامة الرسم الأول الفقر، هذا نجي للأول المولتي مود ستيب إندكس فايبر، شلون ينتقل هذا انتقاله، شلون تحدث انعكاسات، هذا الانعكاس الأول وهذا الانعكاس الثاني، وهذا سيران الضوء، شلون ينتقل الضوء خلال الكيبل بمن؟ بالنوع الأول اللي هو مولتي مود ستيب إندكس فايبر. النوع الثاني كيفية انتقال الضوء، ينتقل على شكل حزم، المولتي مود جرادي اندكس فايبر، هذا انتقال الضوء بهالصيغة هذه. النوع الثالث اللي هو سنجل مود، على شكل خطوط، على شكل خطوط، واكثر استخداما بالاوبتيكال فايبر هو النوع الثالث، لان هذا النوع الثالث المسافات تقدر من اكثر من 150 كيلومتر، ينقل مسافة، ينقل الإشارة الضوئية. هي المحاضرة مالتنا.